زايد. يلا قول زايد. ما خلاص بقول ثاني. يا جماعة كيف ما فيكم حماية، كيف صيح الضحى ما تسمعونه، من يعاوني على ربعنا هنايا، من بغى درب المراجل يمنعونه. سلامتكم والله صوت تعبان امورنا. والله كيف صيح الضحى ما تسمعونه، تسمعونه. الله يا عيال والله صوتكم جميلة. ترى انا ما اجامل في موضوع الصوت بالذات يعني.